السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عواش مباركة وأيام أخير رمضان، أيام سعيدة ومباركة عنكم عمنا ومنات بحق بالكائنات. الله يطول عمرك سي الحسن. الله يطعمو ذلك بخير. عندي سؤال ربما يكون خارج على هذه الليلة، متى خروج زكاة الفطر ومتى انتهاؤها؟ إياه إن شاء الله سيدي بإذن الله. الله يستر. عندي مرة في السكوت خلطة أدي عليها، واش ممكن تنوخرت الأخير شهر اللي كان أدي لك زملاء وتشيل بعض الفقراء المساكين؟ إياه أخويا بإذن الله يا رب. لا يجوز. إياه سي حسن بإذن الله. أطال الله عمرك. بارك الله فيك أخويا. الله يشفيك، الله يشفيك ويعافيك ويداويك سي الحسن. أخونا سي الحسن، جوابا على هذا السؤال، فبالنسبة لزكاة الفطر هي تخرج قبل العيد بيومين أو ثلاثة، هذا هو السنة المعتادة، قبل عيد الفطر بيومين أو ثلاثة، وآخر خروجها قبل صلاة الإمام يعني صلاة العيد. طبعا الظرفية الراهنة ظرفية استثنائية، هذه الظرفية والناس فيها فقراء والناس يتعذر عليهم التنقل من مكان ولا مكان، فالفقهاء عندهم بأن وقت الطوارئ له أحكام خاصة، فالإنسان له أن يخرج زكاة فطره وحتى زكاة ماله قبل موعدها لكي ينقذ بها الناس ويعين بها الناس. فالظرفية الراهنة كما تعلمون جميعا مع جائحة الكورونا وحظر التنقل والتجول والسفر، فالإنسان له أن يخرج زكاة فطره قبل الموعد المعتاد عند العلماء، هو 3 أيام، ممكن أسبوع، ممكن أقل، ممكن أكثر، قبل موعدها، كل في خير ما دام فيه مصلحة للناس، لكن لا يجوز إخراجها بعد صلاة الإمام يعني يوم الفطر إن شاء الله تعالى. سيكون هناك، لا ندري هل تكون هناك صلاة العيد أم لا، سوف تخبر بها الوزارة المعنية بهذا الأمر بالسلطات الدينية، لكن يعني قبل ضحى يوم العيد، قبل ضحى يوم العيد هذا آخر وقتها، فلك أن تتصرف كما تشاء للمصلحة نظرا للظرفية الراهنة الاستثنائية. السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عواش مباركة وأيام أخير رمضان، أيام سعيدة ومباركة عنكم عمنا ومنات بحق بالكائنات. الله يطول عمرك سي الحسن. الله يطعمو ذلك بخير. عندي سؤال ربما يكون خارج على هذه الليلة، متى خروج زكاة الفطر ومتى انتهاؤها؟ إياه إن شاء الله سيدي بإذن الله. الله يستر. عندي مرة في السكوت خلطة أدي عليها، واش ممكن تنوخرت الأخير شهر اللي كان أدي لك زملاء وتشيل بعض الفقراء المساكين؟ إياه أخويا بإذن الله يا رب. لا يجوز. إياه سي حسن بإذن الله. أطال الله عمرك. بارك الله فيك أخويا. الله يشفيك، الله يشفيك ويعافيك ويداويك سي الحسن. أخونا سي الحسن، جوابا على هذا السؤال، فبالنسبة لزكاة الفطر هي تخرج قبل العيد بيومين أو ثلاثة، هذا هو السنة المعتادة، قبل عيد الفطر بيومين أو ثلاثة، وآخر خروجها قبل صلاة الإمام يعني صلاة العيد. طبعا الظرفية الراهنة ظرفية استثنائية، هذه الظرفية والناس فيها فقراء والناس يتعذر عليهم التنقل من مكان ولا مكان، فالفقهاء عندهم بأن وقت الطوارئ له أحكام خاصة،
فالإنسان له أن يخرج زكاة فطره وحتى زكاة ماله قبل موعدها لكي ينقذ بها الناس ويعين بها الناس. فالظرفية الراهنة كما تعلمون جميعا مع جائحة الكورونا وحظر التنقل والتجول والسفر، فالإنسان له أن يخرج زكاة فطره قبل الموعد المعتاد عند العلماء هو 3 أيام، ممكن أسبوع، ممكن أقل، ممكن أكثر قبل موعدها. كل في خير ما دام فيه مصلحة للناس، لكن لا يجوز إخراجها بعد صلاة الإمام. يعني يوم الفطر إن شاء الله تعالى سيكون هناك، لا ندري هل تكون هناك صلاة العيد أم لا، سوف تخبر بها الوزارة المعنية بهذا الأمر بالسلطات الدينية، لكن يعني قبل ضحى يوم العيد، قبل ضحى يوم العيد هذا آخر وقتها، فلك أن تتصرف كما تشاء للمصلحة نظرا للظرفية الراهنة الاستثنائية. أما عن قضية الفدية الذي هو مريض، أنت عندك سكري وتفطر، والإطعام إطعام المسكين لك خيارات، إما أن تطعم عن كل يوم مسكين، تخرج إفطار لمسكين أو تعطيه له نقدا، أنت بالخيار، إما تعطيه طعاما كل يوم أو تعطيه نقدا كل يوم بدءا من 12 درهم كل يوم، ولك أن تقدم ذلك ولك أن تؤخره. هناك ناس يقدمون يعلم بأنه مريض وبأنه لم يصوم لأنه عنده مرض مزمن، فيسبق ويقدم الفدية في أول الشهر، وهناك بعض الناس يقومون بقفة رمضان في أول الشهر للأسر والعوائل الفقيرة، قفة قيمتها 300 حتى 400 درهم تغطي الشهر بكامله، يؤدونها في أول رمضان، وممكن أن يؤديها في آخر رمضان. هناك عائلات مغربية اعتادت أنها تطعم ليلة القدر خصوصا ليلة 27 كما اشتهر عند عموم الناس ويطعمون الطعام. هناك عائلات معروفة في المغرب تصنع قصعة الكسكس وتخرجها إلى الشارع العام خصوصا عند المساجد وعند المصليات، والآن ما في مساجد ما في مصليات نظرا لهذه الجائحة، فالإنسان يصنع قصعة كسكس ويعطيها للفقراء، وكل قصعة كان يأكلها 10 أنفار يعني 10 أيام. فالعلماء قالوا بأنك تجمع الفقراء وتطعمهم إما دفعة واحدة وإما أقساطا، فكله جائز حسب قدرة كل إنسان. هناك الإنسان الميسور يجمع العدد الكبير ويطعمهم، ومن كان على قدر الحال فإنه يخرج حسب ما تيسر له. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك ويعافيك ويتقبل منك، وربنا كريم سبحانه وتعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.